تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه إجراءاته أو يواصل إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، مما يساعد على تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة. وللمزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري، وربما سأبدأ بأصوات القصف المدفعي الذي لازلنا نسمعه في المناطق القريبة من معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذا القصف الذي لم يتوقف لحظة من بعد ظهر اليوم يستمر في المناطق الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم، وأيضا في المناطق الغربية وحيث تواجد المناطق والأحياء السكنية، وربما نسمع الآن دوية الانفجارات التي تأتي من الناحية الشرقية. كل هذا يؤثر بالطبع بالسلب على يعني المساعدات الإنسانية. لم تدخل أي مساعدات إنسانية اليوم، فقط 4 شاحنات للغاز هي التي دخلت لمنفذ كرم أبو سالم، ولا صوت يعلو فوق صوت الدبابات والقصف المستمر وتصاعد أعمدة الدخان في كل شبر من مدينة رفح الفلسطينية وبالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني. والانفلات الأمن الموجود في هذه المناطق يمنع دخول المساعدات، كما تحدث نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو بأن الانفلات الأمني في قطاع غزة والمناطق المحيطة بمنفذ كرم أبو سالم تعوق دون إدخال أكبر عدد من المساعدات، ويجعل عمال البرنامج الأغذية العالمي يؤكدون أنه من شبه المستحيل التعامل مع إدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع الاحتياجات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة. وأضاف أيضا فيما يتعلق بالإجراءات التي تعرقل وصول المساعدات والتأخير في هذه الإجراءات أن عمال برنامج الأغذية العالمي يقضون من 5 إلى 8 ساعات يعني في نقاط التفتيش لإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة أيضا إلى أن القطاع لازال يعاني من أزمة في الكوارث البيئية ناتجة عن تدمير ما يقرب من 67% من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي كما تحدثت منظمة الأونروا. فبالتالي هناك يعني بعض الأمراض التي تنتج عن هذه الكوارث البيئية، وبالتأكيد يتحملها الجانب الإسرائيلي بشكل كامل. إذن الصراع مستمر على الجانب الآخر فيما يتعلق بالقصف المدفعي المستمر في مدينة رفح الفلسطينية، لكن بالتأكيد الأمال معلقة على الجهود المصرية والوساطة المصرية في القبول بهدنة تسمح بوقف إطلاق النار وإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية التي تجهزها مصر يوميا لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.